السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض عمادي للسيارات. حبيت أنزلكم تقرير عن نيسان صني 2016، وحبيت أذكر لكم أهم المواصفات اللي بتتميز فيها السيارة. طبعا معانا اليوم الفئة SV1 وارد العيسى 2016، تقريبا هذه الفئة تسمى النصف فل. بتكلمكم عن مواصفات السيارة، محرك غير، مواصفات خارجية، مواصفات داخلية، مواصفات أمن وسلامة. طبعا السيارة ناخذكم فيها جولة أول شيء من برا على السريع. هذه السيارة مع الجنب، يا ريت تكون واضحة، للأسف المساحة ضيقة. طبعا نتكلم وحنا ماشيين عن مواصفات المحرك والجير. الصني معروفة الجديد هذا الشكل اللي يسمونه التجميع الهندي، انه جاء محركها 1500 سي سي 4 سلندر. طبعا نظام الجير اوتوماتيك، مو توبترونيك، عادي اوتوماتيك عادي من الشكل القديم. طبعا دفع امامي. بالنسبة للمواصفات الخارجية للسيارة SV1 اللي هي الشبك كروم، عندكم الطيس والجنط الحديد الأسود لو تلاحظون. طبعا المراية تيجي ملون، عندكم الأطراف البيبان هذا أسود. الفئة اللي أقل منها الستاندر الاس يسمونها يجي على نفس لون السيارة، ما يجي لون أسود. طبعا مقابض الأبواب كروم زي ما انتم شايفين. لهالله طبعا هذا SV1 طبعا تجي فيها المواصفات هذه. بالنسبة لمواصفات السيارة الخارجية، مواصفات الداخلية، احنا حكينا عن الخارجي، نبدأ الآن نتكلم عن الداخلي. سيارة مواصفاتها حلوة وصراحة روعة ممتازة جدا. سيارة تيجي بريموت، هو هذا الريموت طبعا مسكرينه، طبعا مو مسكرينه مغرفينه، في فتح وقفل وفتح الشنطة. شوفوا ما شاء الله تفتح الشنطة من الريموت نفسه، مع جهاز انذار للسيارة برضه موجود. طبعا نفتح السيارة. السيارة SV1 تيجي قزاز امامي كهربائي فقط. طبعا فيها سنتر لوك، فيها قفل نوافذ طبعا الامامية فقط، ما تغطي خلفيا لانها يدوي. طبعا SV1 تيجي تحكم دركسون للنظام الصوتي، وعندكم بلوتوث موجود فيه. ركزوا الحين، التحكم بالنظام الصوتي المسجل، عندكم بلوتوث. طبعا سيارة بالأمانة شغل راقي، يعني نيسان مدلعت السيارة هذه، يعني لو تلاحظ ان الدركسون حقها اجمل من كثير من سيارات. طبعا هذا المسجل حقها، خلينا نشغل السويتش السيارة ونشوف العداد السيارة ايش فيه مميزات، هل في عداد رحلات ولا لا. طبعا يا اخوان هذه الصني من جوا، للأسف SV1 تفتقد للتكاية، ما فيها تكاية. طبعا خلصنا موضوع الدركسون، نتكلم عن موضوع العداد، هل في عداد رحلات ولا لا. شوف هنا، طبعا موجود في عداد رحلات في مستوى الوقود، صرفية الوقود إلى آخره. طبعا الحرارة، الناس يسألون وين الحرارة. الحرارة يا جماعة الخير اللي هي هذه اللمبة، هي اللي هي الحمراء، شفتوها اللي هي هذه. طبعا عداد ضغط الماكينة، هذا الجير زي ما قلت لكم ما هو توبترونيك عادي. شوفوا كيف، طبعا جلانط يدوي شكل كلاسيكي جدا، فيها منفذ كهربائي واحد اللي هو هذا، عندكم حامل اكواب اثنتين قدام، عندكم مدخل USB واواكس، المسجل هذا هو، عندكم المسجل فيه USB واواكس صورناها، برضه تقدر تردنا البلوتوث من هنا وتعدد البلوتوث من هنا برضه. هذه السيارة هنا اللمبات هنا حقت، يعني شوفوا يا اخوان اساتو
من هنا تخليها مثلا على النص اللي هي الدور والاوتوماتيكية يعني زي كذا. شوف الحين هي بالوسط تفتح مع البيبان شكل كلاسيكي قديم. هنا بلوتوث منفذ السماعة المايك. هذه السيارة من ورا السيارة واسعة جدا الصني بمقارنة مع اخواتها. شوفوا كيف صار الحين المراتب زي ما قلت لكم. عيب السيارة الوحيد فقط الزجاج خلفي يدوي. طبعا بالأمانة ترى الزجاج الأمامي كهربائي حلو جميل جدا لأنه أصلا تقريبا 80% ما يفتح القزازة الخلفي من الناس، بس إلا إذا كان ركب معاه طفل أو شيء يفتح له القزازة الخلفي ويتورط معاه ما يقدر يسكره. طبعا سنتر لوك البيبان كامل سواء الخلفي ولا الأمامي. شوف ما شاء الله السيارة واسعة يعني سدح المراتب آخر شيء تقريبا يعني سدح حتى مهجول على قولتهم. شوفوا كيف واسعة السيارة صراحة واسعة جدا حلوة جدا صراحة من جوا. شوفوا كيف لسه في مسافة قدامي، المسافة طويلة يعني عشان أوصل هناك. هذه جلستي مرتاح كذا. هذا قزاز الهندل من هنا. طبعا السنتر لوك برضه زي ما قلت لكم الأبواب سيارة واسعة صراحة تشيل ناس مليانين ثلاثة بالراحة يعني ثلاثة مليانين. طبعا بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة في النيسان صني هي الأفضل واحدة في الأمن والسلامة. سيارة تجي خمس أحزمة أمان، اثنين إيرباك، فرامل إي بي إس على أكس الإكسنت، بعض الحين يجي حتى إي بي إس ما فيها. طبعا السيارة مميزة وحلوة وراقية ويعني في ناس تستهبل بالجودة، لكن هي ترى ياباني بالأول والأخير مهما كان حتى تجميع الهند يعني شوف في تفاصيلها حلوة جدا. ما تحس نفسك راكب سيارات هندية ولا لها دخل بالهند، اللهم التجميع هندي فقط لا غير. سيارة حلوة صراحة وعملية ومكيفها من أروع ما يكون، تقريبا يغطي على مكيف اليارس والاكس يغطي بالراحة الاكسنت بالراحة. يعني قلت واحد ابغى اشتري السيارة هذه اخليها بس مكيف في البيت، احطها في البيت جوا واقعد اشغل مكيف. سيارة حلوة جدا يا جماعة الخير. طبعا مكونة من اربع سماعات، نظام يعني سيارة مدينة اقتصادية، سعرها يا بلاش خاصة ان سعرها مغري على عبر اخواتها. دائما دائما هي منافسة، حققت مبيعات حلوة عام 2013 2014 2015 بسبب سعرها الحلو الجميل. سعرها ارخص من الاكسنت حتى ايام كان ينضرب. كانت كنا نقارن الصني عرفت، لكن نقارنها يعني في الكورولا، الحين لا صارت تتقارن بالاكسنت. فالسيارة رجعت يعني رجعت زي اول تنتشر نوعا ما، لانه حرام في الوكيل السابق لها ظلم السيارة، الظلم هو نفسه سياراته كامل ظلم سيارات نيسان. فالحمد لله الوكيل الجديد ضبطها وحسن سمعة السيارة، صارت تعتمد في محلات التأجير وفي محلات حتى المطارات، شفتها أنا اللي يستخدمونها في محلات التأجير والمطارات. سيارة حلوة جدا يا أخوان الكرام. كان أول سعرها مقارب سعر الكورولا، الحين لا أرخص حتى من الإكسنت الكوري. يعني أنا ما ذم الإكسنت أبدا، بالعكس من المحبين الإكسنت، لكن برضو إن السيارة نافست إنه على السعر دخول السعر. في ناس يقول لك لا هندي جودة تعبانة إلى آخره، لا ما له دخل، هذا تجميع زي ما الكامري من يوم يوم كانوا يقولوا عنه 2002 ياباني، لا اليوم الكامري من يوم يومها استرالي. وافتح الباب حق 2002 وتفرج على انه سيارة تويوتا اليابانية تجميع استراليا، فما له دخل التجميع في جودة السيارة. التجميع هو السالفة وما فيه انه واحد قاعد يلف المسمار وقاعد يركب الباب فقط لا غير. جواز السفر حقه ما هو ياباني، جواز السفر حقه ولا الى اخره، انه يعني انه موضوع انه جنسية فقط لا غير. المحرك بيكون ياباني، قطع غيار يابانية، كل شيء في السيارة حيكون ياباني. عموما اخواني الكرام حبيت اصور لكم الصني ووريكم مواصفاتها، ياليت يعجبكم التقرير. هذكركم مش الفروقات صح على السريع. الاس في 1 اللي هي هذه ذكرناها، في الاس في 2 يجيك زجاج خلفي كهربائي وتكاية وحساسات، في الفل كامل تجي جنوط وكشافات ضباب وجناح وأكثر بصمة. وبالنسبة يا أخوان الكرام إلى الستاندر، فرق هذه شبكة كروم ما فيها ستاندر، قياس عادي جنوط عادي حديد، مرايا أسود، مقابض أبواب أسود بدون ريموت، داخلية بيجي أسود برضو بدون بلوتوث، تحكم دركسون ما في إلى آخره. طبعا لا تنسون دعم القناة، إن شاء الله يكون عجبكم التقرير الجميل والسريع عن السيارة الحلوة الصغيرة اللطيفة الصغير. يعني أذكر دعاية عام 2002 سيارة نيسان صني الجديدة كبرت، هو كان عام 2002، هذه الحين كبرت كبرت زيادة. سيارة من برا شكلها صغير لكن من جوا صراحة ممتازة جدا، خاصة
للحريم اللي يبغون يكون عندهم سواق او شيء ويبغون سياره رخيصه ممتازه، سياره وسيعه جدا من ورا. اخوكم عبد الرحمن الخالدي، تشرفت اني نزلت لكم النيسان الصني، ان شاء الله يعجبكم المقطع. لا تنسون دعم القناه اخواني، سووا سبسكرايب على الاشتراك، لايكات، انشروا القناه، وجزاكم الله خيرا.